كولومبيا، عندي جيست هاوس واكيد بقدم اكل، عندي مطبخ مرادف للجيست هاوس، هيدا شغلي. عاملين كبة لقطين بلبنة معزي وجوز وهندبي وكشك. الاولاد بس شافوا تغيير بشخصية الام المنتجة اللي عندها شيء خاص لإلها، تغيرت نفسيتي، هيك رتم حياتي تغير، انتعبى وقتي اكثر. هيدي قرص العني المشهورة كلها فوايد. هاي الرشاد، هيدا النعناع البري خصيصي وبتنعمل طيبة كتير مع لبن وتوم كرات. هيدا الورق الأخضر طعمته فيه طعمة كتير طيبة، لا هو توم ولا هو بصل. هلأ بنعملهم مع بيض بلدي. إحنا اليوم بلشت بالطبخ أول شيء بتشجيع من أصحابي اللي عم شوفوا عندك، يعني الأشياء الموجودة عندك مش موجودة لا بالباتسيري ولا بالسوبر ماركت، فعملي بزنس وصار عندي مدخول شهري جيد. نحن عايشين بنعمة كتير كبيرة، أكيد ضمن كل هالظروف الصعبة بعدها أرضنا غنية، بعدها أرضنا معطاءة، تعطينا ولازم نعطيها، نهتم فيها، نهتم فيها، نحافظ عليها، نكون أصدقاء لإلها، لأنه نحن أولادها بحال خربناها رح نخربها، يعني تخرب لنا حياتنا. بس تلغي نبتة من هون عم تلغي بارت من حياتك، لأنه هيدي النبتة هون انوجدت ببيئتك لتحافظ عليك، فحافظ عليها لتحافظ عليك. هيدا دويك الجبن، مننقي الوراق الكبار والصغار فينا نطبخهم مع بصل. هيدا عمق القرة هون بتنقي الدم، فيها حديد كتير، من أطيب ما يكون تبولة، تبولة القرة. شكراً تنطلميا، صحتين وألف. كل الستات فيهم يشتغلوا، كل الستات فيهم يشتغلوا، كل الستات فيها تكون لها هامش حياتها خاص. بدنا وقت الست تغير تفكيرها، بس تغير تفكيرها الست القروية انه هي الاساس، بيمشي الحال، بتلاقي حالها، بتلاقي حالها وين ما كان بابسط الاماكن. اني روح على البرية جيب شوية خضرة اعمل منهم صحن اكل وضيفه وبيعه وطلع منتوج، أنا لقيت حالي بأبسط الأشياء. غير تفكيرك بيتغير العالم حولك.